مساء الخير كل متابعين ومشاهدين مركز نبض. النهارده معانا مدام منى، نورتنا في مركز نبض عشان نساعدها تشوف ايه المشاكل اللي موجوده في بشرتها. كشفنا عليها ولقينا ان هي عندها مشكلتين اساسيتين، هم اول حاجه ان هي حصل لها تهدل في البشره، ده بيحصل طبعا لكل الستات في كل حته في العالم بسبب السن والجاذبيه الارضيه. تاني حاجه هي خست كتير او فقدت وزن كتير في الفتره الاخيره، فحصل لها تهدل في الخدود من فوق. فاحنا هنساعدها نحللها المشكلتين دول. اول حاجه هنساعدها ان احنا نعمل لها شد في بشرتها، نحاول التهدل اللي حصل ده نعالجه. تاني حاجه هنعمل حجم بسيط او هنستعيد الحجم البسيط اللي هي فقدته فوق في الخدود عشان نرجع شكل الوش لقبل 10 سنين من دلوقتي. بالنسبه للشد بتاعت الوش، احنا قررنا ان احنا نشتغل معاها بجهاز الهايفو. الهايفو ده احدث تقنيه في العالم دلوقتي عشان شد الوش. ده عباره عن فوكسد الترا ساوند او موجات فوق صوتيه بتشتغل لنا على طبقه العضلات اللي تحت الجلد وبتعمل لنا ليفتنج في البشره وفي الرقبه وفي اي منطقه في الجسم. احنا النهارده هنشتغل بيه على الوش. الهايفو دوت ليه 3 هاندز، اول هاند على عمق 4، تاني هاند على عمق 3، الثالثه على عمق 1.5. كل هاند فيهم او كل ايد فيهم بتحفز لنا الكولاجين في الطبقه اللي احنا بنشتغل عليها او بنمشي عليها. المعنى ان انا بمسك ايد وبمشي على البشره كامله، مجرد ما بخلص الجلسه بلاقي في تحسن، بلاقي التجاعيد اللي موجوده اتحسنت فردت. مش بس كده، انا مع استمرار الوقت انا كل شويه بشوف تحسن اكتر. يعني انا يوم السيشن بحس بفرق، بعد اسبوع بحس بتحسن اكتر، بعد اسبوعين تحسن اكتر، وهكذا التحسن بيفضل شغال معي. فاحنا هنمشي لها الاول بالهايفو عشان نعالج لها الساجنج او التهدل الموجود، وبعد كده هنحقن شويه فيلر علاجي هنا في الشيكس من فوق. نبدا كده ونشوف ان شاء الله الحالات تعجبكم معانا النهارده. كده انتهينا من الجنب اليمين، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين بدأنا نحس بتحسن على طول. اول ما خلصنا جلسة الهايفو تحسن باين قوي عندنا في منطقة النيزو ليبيل. شايفين هنا الفرق بين الخط هنا وبين الخط هنا، الخط هنا محفور. مجرد ما مشينا هنا بالهايفو على الخد، الخط هنا بقى سطحي خالص، الخد اترفع معايا، حتى الجو لاين اتحددت، فرق واضح جدا. زاوية الفم اتحسنت ويعني almost بقت straight زي ما احنا شايفين. نتيجة هايلة اكتر من رائعة. ايه الاخبار؟ في وجع؟ في اي حاجة؟ تمام. دلوقتي خلصنا الهايفو مع مدام منى، زي ما احنا شايفين تحسن رائع. الخطوط الاثنين اللي هنا النيزوليبيا اللي اتفردوا معايا، الجو لاين طلعوا لفوق، الوش نفسه فيه شده جميله، فيه شويه تورد كده او ريجوفينيشن. ده اللي الهايفو بيعمله، لان هو زي ما قلنا بيحفز افراز الكولاجين. ناس كتيره بتسالني ينفع اعمل جلسه هايفو واخرج؟ طبعا انت ينفع تعملي الهايفو وتروحي مناسبه بالليل. طيب هل الهايفو ليه اي اثار جانبيه؟ خالص، الهايفو فيري سيف، ممكن نعمله مع اي حد، ملوش اي اثار جانبيه، ما بيمتصش في الجسم. ناس تانية بتسالني برضو من الاسئله الدارجه، انا بحتاج كام جلسه يا دكتور؟ على حسب الحاله. يعني لو احنا في الثلاثينات بنعمل جلسه واحده، وبنعمل مينتيننس كل سنه. لو احنا في تهدل اوريدي حصل، ممكن نعمل من 1-3 سيشن، مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين دي نتيجه الهايفو. اوكي، دلوقتي احنا خلصنا لها الليفتنج اللي هي كانت عايزاه. هي دلوقتي برضو ستيل
عايزه خدها يرجع زي زمان. خدها زمان كان في خدود، كان في حجم في الخدود، دلوقتي مع فقدان الوزن خسرت كتير من الدهون في المنطقه ديت. الخطوط تحت العين او التجويف زي ما احنا شايفين حصل تجويف تحت العين، فاحنا عايزين نعالج برضو كل المشاكل ديت. اوكي الوش مشدود وجميل، بس ستيل برضو عايزين نعالج لها اي حاجه مضايقاها خالص. فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل ليفتنج تكنيك بالفيلر، هنحقن فيلر علاجي هنا في الخد من فوق عشان ندي سنه فوليوم بسيطه، ومعاه هنعالج التير تراف او التجويف اللي تحت العين بتاع الدموع عشان نخليه مفرود ونرجعه للشكل ده زي زمان. احنا دلوقتي خلصنا وهنشوف النتيجة النهائية مع مدام منى. زي ما احنا عارفين احنا عملنا ليفتنج شوية للتشيكس او عملنا حجم بسيط هنا قوي، حاجة رقيقة قوي، مش 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 اوفر عشان مش عايزين يبقى فيه تغير جامد في شكلها. اوكي حطينا فيلر علاجي تحت العين زي ما احنا فاكرين كان فيه تجويف تحت العين يدينا دايما ايحاء ان فيه ارهاق. حطينا فيلر علاجي زي ما احنا شايفين في تحسن في الحال، التجويف اختفى، الهالات السوداء اختفت، لان ده زي ما بنقول فيلر علاجي بيعالج، مش جاست بيملى، لا ده بيعالج لي تحت العين، في كولاجين، في فيتامين سي، مواد بتعالج الهالات السوداء، بتعالج الاسمرار. الحقنه دي بنعملها كل سنه ونص او كل سنتين، لان المنطقه بتاعه تحت العين دي مش بتتحرك، فبتقدر تحتفظ بالماده ديت لفتره طويله جدا. لما عملنا التشيكس هنا وعملنا فوليوم هنلاقي ان حصل كونتورنج في الفيس، هنلاقي الفيس من هنا ومن هنا حصل فيه كونتورنج، هنلاقي الجو لاين اتعالجت بنسبه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. مدام منى ايه الاخبار؟ حسيتي بألم معانا؟ لا لا بس مبسوطه. طيب النتيجه النهائيه عجباكي؟ الحمد لله. نورتينا في نبض.